شوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وإخوانه وحزبه. أخي الحاج، أخي المعتمر، وأنت قاصد مكة المكرمة لأداء مناسك الحج أو العمرة، لا بد وأن تعرج على مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة المدينة المنورة قصد السلام على الجناب الشريف والصلاة في المسجد النبوي. هذا المسجد هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، وقد بني على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتضن قبره الشريف مع 2 من صحابته الكرام أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بالقرب من المضجع الشريف توجد الروضة المشرفة، ويستحب الصلاة فيها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا وشوقا. مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة المكرمة، وقد قام بنفسه بوضع حجر الأساس. إن الزيارة مسجد قباء والصلاة فيه فضائل عديدة، منها أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أصلي في مسجد قباء 2 ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس 2 مرات، لو يعلمون ما في قباء لضربوا أكباد الإبل. يبعد مسجد قباء عن المسجد النبوي بحوالي 3.5 كيلومتر جنوبا، غير بعيد عن مسجد قباء. وفي اتجاه المسجد النبوي الشريف يوجد مسجد الجمعة، ويسمى أيضا مسجد الوادي، كما يطلق عليه اسم مسجد عاتكة ومسجد القبيب نسبة إلى المحل الذي بني فيه. وسبب تسميته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى قباء مهاجرا أقام فيها 4 أيام، ثم خرج منها ضحى يوم الجمعة متوجها إلى المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في هذا المكان فنزل فيه وصلى الجمعة بمن معه، فكانت أول جمعة تقام بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقع المسجد في جنوب غربي المدينة المنورة على مسيل وادي رانوناء شمالي مسجد قباء، ويبعد عنه مسافة 900 متر تقريبا، ويبعد عن المسجد النبوي الشريف حوالي 2300 متر. وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا. مسجد القبلتين هو المسجد الوحيد في العالم الذي تمت فيه الصلاة بقبلتين، فقد اتجه الصحابة في صلاة واحدة إلى قبلتين. ففي البداية كانت القبلة إلى بيت المقدس، وفي العام الثاني
للهجرة تحولت القبلة إلى المسجد الحرام، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة ليبلغ المسلمين في أطراف المدينة. وعندما جاء الصحابي والناس يصلون وأخبرهم تحولوا وهم في صلاتهم إلى القبلة الجديدة. شوقا إلى رؤياك رسول الله، وشوقا وشوقا إلى رؤياك. جبل أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. جبل أحد هو أحد معالم المدينة المنورة ذات الطابع الطبيعي والديني. يقع الجبل شمالي المدينة المنورة، وهو أكبر وأعلى جبال المدينة بارتفاع يصل إلى أكثر من 1000 متر عن سطح البحر، وطوله يصل إلى 7 كيلومترات، ويمتد كسلسلة جبلية من الشرق إلى الغرب. وقد شهد هذا الجبل المقدس غزوة أحد في السنة 3 للهجرة، التي وقعت بين المسلمين وكفار قريش في الساحة الممتدة ما بين قاعدته الجنوبية الغربية وجبل الرماة الذي يبعد عنه ميلا واحدا تقريبا. واستشهد فيها عم الرسول الكريم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. مقبرة شهداء أحد. تحتضن المقبرة قبور الصحابة الكرام التي يصل عددهم إلى أكثر من 70 صحابي، ومنهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب ومصعب ابن عمير رضي الله عنهما. وتقع مقبرة شهداء أحد على بعد 5 كيلومترات شمال المسجد النبوي عند سفح جبل أحد. ويستحب لمن نزل المدينة أن يزور تلك المقبرة ويسلم على من فيها من الصحابة رضوان الله عليهم. شوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله، وشوقا وشوقا إلى البقيع. وهي المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن، وتقع جنوب شرق المسجد النبوي. تبلغ مساحة البقيع الحالية حوالي 180,000 متر مربع، وتضم مقبرة البقيع رفاة الآلاف من أهل المدينة ومن توفي فيها من المجاورين والزائرين، وفي مقدمتهم الصحابة الكرام منهم عثمان بن عفان وأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عدا خديجة وميمونة وابنته فاطمة رضي الله عنها. شوقا إلى رؤياك رسول الله. شوقا. مسجد الغمامة. هو في الموقع الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المدينة المنورة، وكان هذا المكان آخر المواضع التي صلى بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، كما صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي ملك الحبشة، ويعد من المساجد الأثرية والتاريخية بالمدينة المنورة. يقع المسجد مسجد الغمامة في الجهة الغربية الجنوبية للمسجد النبوي الشريف على بعد 500 متر فقط من باب السلام. سمي بالغمامة لما يقال من أن غمامة حجبت الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة الاستسقاء، وقال: هذا مجمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعيدنا لفطرنا وأضحانا، فلا تبنى فيه لبنة ولا خيمة. فبعد دعاء الاستسقاء ظللته الغمامة ونزل المطر إجابة لدعائه، وسمي بذلك مسجد الغمامة. شوقا إلى رؤياك رسول الله. شوقا المساجد السبعة.
هي مجموعة من المساجد الصغيرة عددها الحقيقي 6 وليس 7 كما هي شهرتها، لكنها اشتهرت بهذا الاسم السبع المساجد، إذ أورد المؤرخون أن مسجد القبلتين الذي يبعد عنها كيلومترا تقريبا يضاف إليها، لأن من يزور تلك المساجد عادة يزوره أيضا في الرحلة نفسها، فيصبح عددها 7. وتقع المساجد 7 في الجهة الغربية من جبل السلع عند جزء من موقع الخندق الذي حفره المسلمون في عهد النبوة للدفاع عن المدينة المنورة عندما زحفت إليها جيوش قريش والقبائل المتحالفة معها سنة 5 للهجرة. وهذه المساجد على التوالي من الشمال إلى الجنوب هي مسجد الفتح ومسجد سلمان الفارسي ومسجد أبو بكر الصديق، إضافة إلى مسجد عمر بن الخطاب ومسجد علي بن أبي طالب ومسجد فاطمة، فيما يعرف أكبر المساجد 7 بمسجد الأحزاب أو المسجد الأعلى، وهو مبني فوق رابية في السفح الغربي لجبل السلع، وسمي بهذا الاسم لأنه كان خلال غزوة الأحزاب مصلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن سورة الفتح أنزلت في موقعه، وتلك الغزوة كانت في نتائجها فتحا على المسلمين. شوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا وشوقا. مسجد الإجابة، ويسمى أيضا مسجد بني معاوية، لا يبعد عن المسجد النبوي بعد توسيعه إلا بحوالي 580 مترا فقط. يقع هذا المسجد إلى الشمال الشرقي من المسجد النبوي، وجاء في كتاب معالم مكة والمدينة: يقع هذا المسجد في شمالي البقيع على يسار السالك إلى العريض فوق تلال هي آثار قرية بني معاوية بن مالك بن عوف من الأوس، وهو مسجدهم وبهم يسمى اليوم. اشتهر هذا المسجد بهذا الاسم لحادثة رواها مسلم في صحيحه حيث قال: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى مر بمسجد بني معاوية فدخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني الجدب والقحط، فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالفرق، وفي رواية بالغرق، فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعانيها. وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك حبيب الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.